All I got is so bad. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نشوف كيف تتخلص من أكثر أفراد العصابة اللي هو ليوبولد ستراوس. طبعا هذه المهمة يعني نوعا ما مخفية، ونسبة كبيرة منكم يعني ما شافها أو ما لعبها. وفي هذه المهمة يعني آرثر مورغان يصير طيب ويصير يعني ماكسيموم أونر أو يصير أوتلو، يعني شرفه عالي جدا. فتعالوا سويا نشوف الموضوع ونشوف المهمة، فيلا نخش في المقطع. طبعا المهمة راح تكون في الشابتر السادس، وهي مهمة يعني نوعا ما جانبية ومخفية في نفس الوقت، يعني ما هي مهمة أساسية، لا هي مهمة جانبية بيضة. طبعا هذه المهمة هي أحد مهمات ليوبولد ستراوس. طبعا أغلب مهمات ليوبولد ستراوس روح للشخص المعين وجيب الفلوس منه. طبعا آرثر مورغان في بداية اللعبة كان ما يهتم كثير، يعني كان يروح للشخص المعين ويجلده جلد ويخليه يعني بأي طريقة يدفع الدين أو يدفع الفلوس اللي عليه. لكن في نهاية اللعبة وفي نهاية آرثر مورغان، آرثر تغير بشكل كبير جدا وصار يعني يحسب حساب الخطوة اللي راح يسويها ألف حساب، ويعني ما يسوي شيء إلا يدرس جميع الاحتمالات. آرثر في نهايته تغير بشكل كبير جدا، وتحديدا مهمة ماني ليندينج إن أذر سينس السابعة والأخيرة، آرثر مورغان كان شخص مختلف جدا وشخص طيب بنسبة 100%. تعالوا نسمع بداية هذه المهمة السرية. Are you perhaps available for some work? Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you're... Well, I'm sorry for you. Huh? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. I... The debtors, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called Arthur. Like you. Huh. Arthur Londonderry. Family man, desperate. You know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. طبعا زي ما سمعتوا من ستراوس، لازم تجيب الفلوس أو الدين من شخصين هذه المرة. أول شخص هو جون جي ويذرز، والشخص الثاني آرثر لوندنديري. وطبعا شفنا آرثر مورغان كان جدا جدا ما هو متحمس للمهمة، ويعني ما له نفس أبدا يروح ويجيب الفلوس. طبعا أول شخص راح تقابله هو جون جي ويذرز، ولما تجي عنده راح تحصل عربته خربانة وهو يحاول جاهدا يصل لحها، ومن هنا راح يدور أول حوار بينكم. جي جون ويذرز. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay, I got it. Supplies meant to last through the winter. You can take them. Just, is there any way you can help me? I stay out here. There won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. There's men after me. They're killers. I need your help. Shut up. Please. I... Up here. It's him. It's too late. Form up. We shoot on sight. I clear off, sir. Shit. Well, seeing as I'm here, Do what I can for you. طبعا زي ما شفتوا أثناء الحوار، في أشخاص كارهين لجون جي ويذرز جاءوا هاجموه بالأسلحة وأطلقوا عليه الرصاص. فآرثر مورغان اضطر أنه يساعده، وفي أثناء القتال انحرقت عربة جون جي ويذرز ولخبطت الأمور بشكل كبير جدا. It's
It's all right, my darling. You can come out. Oh, crap. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver locket for the debt. Fine. Now, go. Get her somewhere safe. Go on. Thank you, feller. طبعا زي ما شفتوا جون جي ويذرز ما هو لحاله، بل انه معاه زوجته زي ما شفنا، وزوجته حامل بطفل لو تلاحظون. فارثر حزن عليهم بشكل كبير جدا فساعدهم وخلاهم يهربون. وبعدها ارثر مورغان ايقن انه الاشخاص اللي ستراوس يعطيهم فلوس ويدينهم هم فقط اشخاص مساكين يحاولون يحمون عائلاتهم ويعيشونهم بطريقة احسن من اللي هم عايشينها. طبعا آرثر قال خليني أروح لآخر شخص عشان أتأكد فعلا من الموضوع، وفعلا آرثر مورغان راح لآرثر لوندنديري في منجم أنزبرغ، ولما توصل لهناك راح يدور حوار مع رئيس العمال. تعالوا نسمع سويا. آرثر لوندنديري here. I'm sorry feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh, boy. You can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knockin'. طبعا زي ما شفتوا آرثر لوندنديري مات وترك خلفه زوجته وابنه الصغير جدا. فآرثر مورغان راح يتوجه للبيت حقهم على حسب وصف رئيس العمال، ولما يوصل لمكان بيتهم راح يدور حوار بينه وبين زوجة آرثر لوندنديري. تعالوا نسمع سويا. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. It's just... We lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? You want me to lie down for you? No. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. I just wanted to say the debt's canceled and to take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. حوار حزين وعاطفي وقوي جدا. ومن هذا الحوار آرثر مورغان تأكد واستوعب بنسبة 100% انه الشيء اللي سويه ليوبولد ستراوس غلط في غلط. وايضا آرثر مورغان يعني واضح انه كان نادم جدا على انه ساعد ليوبولد ستراوس في هذا العمل المخزي. طيب عشان يوضح لكم الموضوع اكثر، ليوبولد ستراوس الرمة كان يعطي فلوس لاشخاص يائسين واشخاص محتاجين المال بشكل كبير جدا. يا رجل آرثر لوندنديري كان جدا جدا محتاج هذا المال عشان يعيش عائلته فقط، يعني ما تسلف هذا المال عشان يحسن من وضع عائلته، لا، تسلف هذا المال عشان يوفر الأساسيات لعائلته، عشان يوفر البيسكس، يوفر البيت، يوفر الأكل، يوفر مثلا الملابس، يعني تسلف هذا المال عشان يوفر أساسيات الحياة. فآرثر لوندنديري كان يحاول جاهد
جاهدا ويبذل قصارى جهده عشان يعيش عائلته، عمل جميع الأعمال عشان يجيب فلوس ويعيش عائلته، وهو يحاول جاهدا للأسف مات وتوفى. فمين الآن يعيل هذه العائلة المسكينة؟ زي ما شفنا منزلهم كان جدا صغير ومتواضع، وأيضا على حسب كلام الزوجة لهم فترة ما أكلوا طعام، يعني حالتهم جدا سيئة والبيسكس ما هي موجودة عندهم. ويجيك ستراوس النذل ويطالبهم بمبلغ مالي يعني جدا ضخم بالنسبة لهم، ما هي نذالة وحقارة هذه؟ طبعا آرثر رح يرجع للمخيم ورح يدور حوار جدا جدا قوي بين آرثر مورغان وليوبولد ستراوس. تعالوا نسمع سويا. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just Danny. Mm. Just get up. What? Get up. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk... They was. Now here. Take that. Take that and get lost. I'm leaving. طبعا زي ما شفتوا آرثر قال لستراوس شيل عفشك وانقلع من المخيم انت وعملك القذر هذا، وكان آرثر مورغان جدا جدا معصب وكان يعني يسحب ستراوس ويجذبه ويدفه يعني دفة قوية لحد ما طاح. فآرثر مورغان كان جدا جدا معصب. طبعا هذه المهمة لو سويتها راح ترفع الشرف معك بشكل كبير جدا، وهذه المهمة هي المهمة اللي راح تخلي شرفك لأقصى اليمين، يعني شرفك تب التب. فإذا كنت شخص تبحث إنه يكون شرفك جدا عالي فهذه المهمة مناسبة لك. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن ليوبولد ستراوس والعمل القذر اللي سويه. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.